على مهلك. هذا الطرد لإلي. هذا الطرد بيكون إلي لأنه أنا اللي طلبته. أنت شو بدك فيه؟ أنت أكيد طلبتي مشان كومال، ما هيك؟ ليكي أنا هلأ رح أنصحك نصيحة مهمة. كومال حتى لو اتبعت حمية غذائية ما رح تصير رشيقة. خلي نصيحتك لحالك، أنا اللي طلبته ماشي؟ ليكي لا فينا بعتذر منك، لأني ما بحب شارك أغراضي مع حدا بنوب. أنا يلي طلبت الطرد وأكيد بس أنا رح أستخدمه. هاد أنا يلي طلبته مو أنت، يفضل تعطيني إياه وإلا. وإلا شو؟ بالويندر بكفي لعب ماشي؟ لعب؟ مين عم يلعب؟ أنا طلبته لهذا الطرد واليوم وصل. كل شي رح يتوضح بعد دقيقة، بس خليني أشوف الوصل بالأول. تركي من إيديك هذا الطرد لإلي، إيمي إيديك تركي بقى. شايف قديش طالبتي شاطرة؟ ايه شفت قديش شاطرة بسرقة الأغراض. انت لازم تعلميها الفرق بين المصارعة واللي عملته. بس كيف رح تعلميها وانت فاشلة أكتر منها؟ لا اهدي شوي. بس اهدوا شوي، تفضلي المدربة. انا لقيت هذا الوصل موجود على الصندوق وبظن اسمك مكتوب عليه. ما لازم نتقاتل كرمال شغلة صغيرة مثل البروتين، وكمان نحن فينا نتقاسمه هالمرة، والمرة الجاية منزيد الكمية. تفضل خد رانا، رح روح وأعطي لكي. انت اتهمت لطالبتي بالفشل مثلي مو؟ لا استنى مدرب، خلاص اتركها. شفتي خالتي؟ الصراحة هنين بيعرفوا يلي عم يعملوه. كومال ولافينا أذكياء كتير، لازم نعمل شي لنعلم كومال درس. ما في داعي للقلق بنوب يا بينكي، بس نحنا لازم نحط إيدينا بإيدين بعض ونتعاون، وهيك ما في حدا رح يقدر يوقف بوشنا. بس انتظري، رح نجبرها تترك المصارعة. Ugh.